بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهبلي بركات اسمك الله سبحانك تبارك وتعالى وبركات اسمك سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وبركات غيرهما من جميع أسمائك تبارك وتعالى وأسمائه صلى الله عليه وسلم أنت ربي وكنت لي بمدادي لك سوري لجنة بمدادي أنت ربي وكنت لي بمدادي لك سوري لجنة بمدادي لك سوري على جميع الآل سخته لي لجنة سأسداد لك كل يا زبقى زبقى آية منك سرمدا يا عمادي هب لي يا دار أن أدوم سرورا لحبيب به عليك اعتمادي منك أبخيل وسلام ودود ذي بخاء يكون لي بمرادي هن يا دار زاردا وأمان هدي لي عن الوبا والجراد مد لي منك ما أشاء في دوام وبخاتر فإن ولا بانفرادي منك أبي بلا انتهاء سلامي واسل للملل كرام لبادي دائم اكتب لي الرضا بعياني ولتباشر خير الورى بمدادي إن زر الجود والولى والجمال مالك الملك زر الهدى والكمال لا يخل بالشكر وهو شكور وبير تسور بالحلال ليسوق الحلال دون سابر وبخاتي يزيل كل الدلال حمدي يا دار للذي ساق فضلا بالرسول الأمين لذات سالي مد لي مالكي تكرم باخر ذا اقتراب منه بخير انفصالي ملكني ولا النبي مرادي قلت هذا شكرا بخير اختياري دائم اكتب له سلاما ودود عن جنابي وعن جنابياني أذهب الدر مالكي عن جنابي وجنابي العيال زال العنابي لله
سروري وكفى كل الأذى في اغترابي للإله الكريم حمدي وشكري ذا صلاة على النبي باغترابي هدم الله بنية الدر عني وبخير الورى أزال العنابي من بالعلم والمنى مع بقائه بالذي ليس ينتمي لانسلابي حس من مالك بخير البرايا خير نسر على العداء بانخلابي من هو نبي ومن هو خير مصل قاد لي جملة المنى بانخلابي مد خير الصلاة دون انتهاء ما صلى من يا نجيا قد خلابي دائما للذي كتبت به خير إبخا لا ينتمي لانسلابي دائما للذي كتبت به خير إبخا لا ينتمي لانسلابي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.